صباح الخير، صباح النور عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو هذا. المهم يلا فقت صوتي باقي مدعدع. شوفوا هاد الحبه فين نقطع ثاني، قرب العيد. المهم يلا فقت صليت الظهر، صافي غادي نمشي عند السيد اللي كان قد عنده نضيضرات. عندي واحد النضاضر تهرسوا ليا دوك الغوز كولد اللي كنت خديت لاولي اللي كنت كندير، وعندي واحد الكادر حتى هو بغيت نبدلو، غادي ندير فيه هاد الزجاجه ديال الشمس حتى هو غادي يبدلو ليا. وبغيت كذلك نشارك معكم السيد اللي كان قد عنده النظيرات ديالي واللي تناخذ عنده لي لونتي. بزاف د البنات كيسولوني فين كتاخديهم، فين فين كتقدي النظار ديالك. المهم انا غادي نشارك معكم ان شاء الله البلاصه فين كاين، وخليكم معايا. المهم تنوصل ان شاء الله ونشارك معكم البلاصه فين كاين. يلا وصلت البنات المحل اللي قلت لكم ديال اوبتيسيان لون اوبتيك. بالنسبه للمحل ديالو راه كاين في بلوك 5 نيميرو 125، كاين بالضبط في سيدي محمد في احشاش، كاين اونفاس مع البريد بانك الصغيره. المهم بالنسبه كيف ما كتشوفوا عنده بزاف ديال لي زارتيكل ديال النضيضرات، عنده ديال الدراري الصغار، عنده ديال الكبار، عنده سبور كلاس. المهم نتوما حسب الاذواق ديالكم، وكيدير دي بري ريزونابل. كذلك عنده حتى هادو ديال الشمس، صراحه واعرين بزاف. ديجا جربت شحال مره عنده نضيضرات، صدقوا لي زوينين ولا كاليتي ديالهم غزاله بزاف. وكذلك ما كنش كاع معوله عشان ناخذ لي لونشي، ولكن عطيت لا كوليكسيون جديده ديال بيلا، وتهوجت عاوتاني على واحد اللون حمقني. غنشارك معكم هنا الالوان، تشوفوا الجديد في الالوان ديال لي لونتي. وغنحاول نشارك معكم كذلك حتى الاسماء ديالهم هانتوما. بالنسبه للاثمنه ديالو كيبداو من 400 درهم، و لا دوغي ديالهم كتبقى من 3 شهور للعام. نتوما كتختاروا شنو بغيتوا، يعني على حساب الميزانيه ديالكم. وكاين كذلك حتى ديال الشهر الا بغيتوهم. اما بالنسبه ديال الشوفنيت وكيكونوا هكا ترونسبارون راه تيبداو من 100 درهم البنات. كيف ما قلت لكم صراحه الوان تيحمقوا. بيلا من اروع لي مارك صراحه اللي جربت، ما تتحسوش بهم فيهم، ما تتحسوش زعما بها في عينيكم، ما تتحرقكم حتى شي حاجه، وكذلك انكم تتحسوا بهم رطبين في عينيكم، يعني بحال الا ما دايرين والو. خصوصا هذوك لي ترونسبارون راه بزاف، الا شتوني ما دايراش نضاضر عرفوا راه تنكون دايره لي لونتي، خصوصا الناس هكا اللي تيبغيو يديروا مكياج وهذا، ولكن تيكون عندهم داك المشكل ديال النضاضر، خصهم ضروري يديروا نضاضر. خصوصا العريسات ديالي راه دائما تنقترحها عليهم، تنقول لهم من الاحسن انكم تاخذوا لونتي هكا تيبانوا لوك ديالكم زوين وما باينش، يعني نتوما كتاخذوا اللون اللي حبيتو. راه الصراحه تبارك الله راه فيهم الوان رائعه. شوفوا لي شوفوا لي الالوان كي دايرين، والله الا صراحه تيحمقوا. كنت هاوش انا باش كنشوف هاد الالوان الجديده. المهم انا كنت كنقلب على واحد اللون ولقيتو، نتوما قولوا لي الالوان اللي عجبوكم وعاونيني حتى انا نختار لون اخر يكون ان شاء الله جديد. انا اختارت واحد اللون وكومونديتو حيت لقيتو مازال ما كاينش، كومونديتو كنتسناه يوصلني وان شاء الله غادي نشاركه معكم. قولوا لي نتوما واش من اللون اللي عجبكم بزاف، واقترحوا عليا حتى انا اللي يقدر زعما يجي معايا بزاف. بالنسبه للمحل ديال هاد لوبتيسيان اللي قلت لكم البنات، راه والله العظيم تيدير دي بري ريزونابل، تعامل زوين، وكيدير السويفي، يعني دائما اي حاجه بغيتوها كتكومونديوها وتوجدها لكم يعني في الوقت اللي قال لكم. اهم حاجه انا عندي هي هاد القضيه هادي، انني الا طلبت شي حاجه خصها توجد ليا في الوقت، الا ما كانت غتوجد ليا خصو يقولها ليا في الوقت، يعني باش انا ندير الحساب ديالي. بالنسبه للعنوان ديالو غادي نعاود نخليها لكم في صندوق الوصف، وكذلك حتى النمره ديال التليفون ديال الفيكس ديالهم الا بغيتو تسولوا على شي حاجه. مرحبا على الراس والعين، راه تعاملهم زوين بزاف. صافي هنا ساليت من عند لوبتيسيان، دفعت ليه النضارات اللي قلت لكم، وكذلك كومونديت حتى لي لونتي ديالي. غادي نمشي للكارفور غادي نشوف هنا اللي خاصني، حيت اليوم ان شاء الله غادي يجي جدي وجده وخالي، غادي يفطروا معنا. واليوم صراحه ما كانت شي حاجه زعما الفطور، وقلت ناخذ هكا شي حاجه نشوف نقضي بها الفطور، راكم عارفين حيت اصلا ما قالوهاش لينا بكري. صافي هنايا جيت خديت جبن، وهذا هو الجبن اللي كتسولوني عليه دائما، هو اللي كنعمر به دوك الخبيزات، ها هو فخوماج بلون لايت. هذا راه تيدير 100 غرام ب 5 دراهم البنات، يعني تعبروا اللي بغيتو، راه عندكم 100 غرام ب 5 دراهم، وبعض المرات كيكون غير ب 4 دراهم، يعني كل مره والثمن ديالها كيفاش كيكون. صافي وخديت كذلك واحد 200 غرام ديال لادان فيمي. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كان خاصني، وغادي نمشي للدار باش نكمل معكم ان شاء الله التحضيرات. المهم غزاله ان شاء الله دخلت السونار، هاد الصاد السونار هاد الصاد
كل عندهم الصاد في مدينتهم. المهم اكادير كيلمو الصاد الصراحه حق الله، حتى ما لقيتش الطاكسي تعصبت والله الا تعصبت. المهم شحال في الساعه دابا؟ دايره 2:30 ومازال ما دار حتى شي حاجه. المهم يلا غندخل دابا الكوزينه كيف ما قلت لكم، شوفوا الطوني من الخارج. صافي قلت لكم غادي ندخل دابا الكوزينه نشوف ما يدار. مشكله ما كاينه حتى شي حاجه في الكوز في الثلاجه، كلشي مسالي. يعني الا قلتي النهار اللي كتقولي راه صافي غدا ما ندير حتى شي حاجه، غير شي حاجه خفيفه كيصدق يجي عندك شي واحد. صافي ماشي مشكل، مرحبا باللي جا. المهم راكم عارفين رمضان الصراحه كتكون زوينه هكا لمات العائله. كيف ما قلت لكم راه جاي جدي وخالي وجده ان شاء الله. المهم مرحبا بهم. صافي المهم اللي وجده راه غادي نوريها لكم ونشاركها معكم. خليكم معايا يلا زيدوا معايا. شي واحد بيت انا عندي كله مرونه على بركه الله نبادر بالحرب بالجهاد. انا لبست غير هاد البيجامه ديال الملحفه بارده هي اللي كتشرب العرق. المهم كيف ما قلت لكم غادي نشارك معكم كنافه. حتى راه شي 4 ايام وهي في الثلاجه. كنقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم، كاين اليوم كتعت نديرها الله الا باقي اليوم ان شاء الله نديرها. يلا كيف ما وريتكم في كارفور مشيت جبت الجبن ولا دانت فيمي وهذوك الخبيزات اللي وريتكم وجبت الزبده. صافي هنا شط ليا ورقه ديال البسطيله من البارح. الله الله ما تجي ديك الفضيحه تاع داك النهار كنا جايبين ليا مزيانه الله تكون زوينه. صافي يلا غادي ندير دابا واحد الحشوه دغيا خفيفه زربان، شويه ديال الكفته مع شويه شويه ديال البصله. صافي وغادي نعمر بها هاد هاد السيكار هذا. صافي المهم هادشي اللي غادي ندير دابا. وقلت لكم غادي ندير البنافة وغادي ندير غير الحريره ديال محريره بيضاء ديال الحليب والسميده ولا ديال التشيشه نشوف على حسب شنو كاين. المهم هانتوما راه درت دابا الحشوه دغيا دغيا خفيفه زربان باش ما يجيكمش هكا الفيديو طويل. وصافي غادي نعمرهم في هادو. هادو اللي قلت لكم شاطو ليا البارح قولي واحد النص باش نعمرهم دغيا ونديرهم في الفران باش نحيدهم عليا. صافي الخلاصه اللي قلت لكم وهنا حبيباتي بديت بالزبده اللي غادي نخدم بها الكنافه. خدمتها نوازيت خليتها حتى تحمرت مزيان مزيان. راكم عارفين الزبده نوازيت كيفاش كتخدم. شوفوا اللون ديالها كيفاش كيولي هنا ما كتحيدوها حتى كتشموا فيها ديك الريحه ديال البندق. ما عرفتش واش عرفتوا هذه الطريقه ولا لا. المهم الا ما كنتوش عرفتوها نشرحها لكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. انا صفيتها حيت راكم عارفين داك الحليب اللي فيها كيكحل شي شويه كتحيدوها كتصفيوها. انتم شوفوا البقيه ديالها هنا كتاكدوا بلي راه خدمتوها مزيان. هنا اول حاجه غادي ناخذ هذيك الكنافه. وبالنسبه للكنافه اللي عندي هنايا هنا تقريبا نص كيلو وكنت حيدت منه واحد المره شويه خدمت به هذوك الكؤوس اللي كنت شاركت معكم. صافي هنا شديتها وحليتها مزيان مزيان بشويه بشويه وكبيت عليها هذيك الزبده وبديت كنخدمها باش تلبس كامله بديك الزبده. بالنسبه للقياس ديال الزبده البنات خديت 10 دراهم ديال الزبده حيوانيه. ضروري البنات تكون زبده حيوانيه وتكون جيد زعما نوعيه جيده. خديت هنا المقله ديال وجده ضروري حيت هي اللي كتسرعها الصراحه هي اللي كتسرعها. دهنتها بالزبده مزيان وخديت هنايا نصف الكميه خليت غير الثلث تقريبا. المهم نصف وشويه وبديت كنخدمها بهذه الطريقه. هذه بديت كنلبس الجوانب بزاف اولا كنوقفهم مزيان. عاد غادي هنا عصبتني هذيك ديك المقله كتحرك كامله. شوفوا هنا بالطريقه
الطريقه راه ساهله جدا، كتحاولوا انكم تضغطوا عليها مزيان، وبالنسبه للجوانب كتخلوهم واقفين، الا خاصكم راه تزيدوا شويه بشويه باش هكا تيبقاو لكم واقفين، باش الداخل غادي نكبوا فيهم الكريمه باش هكا ما تسيحش لينا، فهمتوا البنات ياك؟ كتضغطوا مزيان مزيان. بالنسبه للكريمه خديت نص سترو د الحليب، 3 المعالق ديال السكر، سنيده، وربعة ديال المعالق ديال النشا. غادي نخلط كل شيء بارد، وغادي نردو تيعقد هنا فاش كتخرج، فاش كتعقد لينا كنزيدو ليها 3 ديال الفرماجات البنات و فاني. صافي، هنا غادي نكبها فوق من ديك الكنافه، غادي نقاد ليها السطح ديالها، وغادي نغطيها بداك البقايا اللي بقات ليا ديال الكنافه. تنبدا نزيد بشويه بشويه وانا تنغطي، حتى كنغطي الوجه ديالها كامل، وهذاك الجناب اللي خليت واقفين كنعاود نرجعهم من الفوق باش هكا كتسد ليا من الفوق. وصافي تنبدا نضغط عليها مزيان مزيان باش هكا كنكون تاكد تماما بانها تغطات مزيان. شوفوا انتم الطريقه كيفاش كندير، وكنقاد ليها الوجه ديالها وتنضغط. راه الطريقه باينه البنات في الفيديو، يعني راه موضحه وما خفتو منها حتى شي حاجه. انا غادي نزيد فقط قطع هكا ديال الزبده غير من الفوق، بغيتو تزيدوهم زيدوهم، ما بغيتوش بلاش، يعني ماشي ضروري. صافي، وغادي ندخلها للفران. بالنسبه للفران غادي ندير فقط لتحت وصافي، غنخليها تتحمر من الجوانب عاد غادي نشعل ليها الفوق. هنا بالنسبه للقطر خديت كاس ديال سنيده وكاس ديال الماء، وزدت ليه الربع ديال الحامض، خليته حتى اختار ليا مزيان البنات، وخليته يبرد. صافي، هنا الكنافه من بعد ما خرجات سقيتها بهذاك القطر، ضروري يكون بارد وهي تكون سخونه، راكم عارفين باش ما تعجنش لكم. شوفوا لي اللون الذهبي تبارك الله، خرجت زوينه. صافي، هنا غادي نسقيها، وغادي كما قلت لكم غادي نسقيها بداك القدر. انا باش كتاكدوا باللي راه ناجح لكم خاصو يكون خاترة البنات. شوفوا لي القوام ديالو راه تيكون ثقيل، حاولوا تسقيوها مزيان مزيان مزيان، ضروري هي تسقى وهي سخونه، والقدر خاصو يكون بارد. بالنسبه للتزيين البنات تقدروا تزينوا باي حاجه بغيتوا، بالبيساج، باللوز، بكاوكاو، يعني باي حاجه بغيتوا. انا زينتها بهذه الطريقه هذه بحال السبوله، خدمتها باللوز اللي فسختو في الماء وقليته، غير قريتو في الزيت. صافي، غادي نزوقها بهذه الطريقه هذه، وزدت ليها شويه ديال الورد من الفوق هكا باش يعطيها باش تبان زوينه في الديكور. صافي، ولكن قسما بالله البنات جات بنينه 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 والله العظيم. جربوها وغادي تشوفوا المذاق ديالها اللي خيالي، ولكن خدموه الزبده بالطريقه اللي وريت لكم. بالنسبه للسيجار هما خدمتهم كيف ما شفتوا معكم، جاو محمرين وزوينين، درتهم فقط بالزيت في الاول وصافي. هنا غادي نقدم معكم طبله، وبزاف منكم جاو سولوني على دوك طبسلات الغوز، راه كنت خديتهم في خميسة البنات، والثمن ديالهم كان 5 دراهم، خديتهم في اللون الكري وخديتهم في هذاك الغوز اللي كتشوفوا، صراحة كيجيو زوينين في الحطه ديالهم. وبالنسبه للزليفات حتى هما البنات شريتهم ب 5 دراهم وصافي. بالنسبه للمعلقات انا حطيت هذا الموف ساعه، راه بدلتهم عاوتاني، درت بيض حيت هادو ما جاونيش مع الحطه. وبالنسبه لهذوك اللي حطيت فوق منهم الكيسان راه غوز، غير ما عرفتش علاش مع الكاميرا تيبانوا في ذاك اللون. هنا بالنسبه لدوك الخبيزات اولا الميني بانيني، غادي ندير لهم داك الجبن اللي شاركت معكم. هاد الوصفه راه كتجي بنينه البنات وسهله، غادي ديروا قطعه ديال لادان فيمي، وغادي ديروا داك المايونيز اللي شاركت معكم ديال الثومه والقزبور. صافي، غادي نعمر كل شيء وغادي ندخلهم البانيني وغادي نكريهم بهذه الطريقه هذه، وغادي نزينهم بمطيشه وهذوك العويدات اللي كيجيو صراحه فنين، وحتى في الشكل ديالهم تيبانو شي حاجه اللي راقيه، واخا هما راه بساطين. بالنسبه للثمن ديالهم كان ب 7 دراهم البنات. هنا بالنسبه لهاد لاطاخت هادي راه ديجا شاركتها معكم البنات، زينتها بهذه الطريقه هادي بدوك الحبيبات ديال الشكلاط وصافي. المهم قدمتها بهذه الطريقه هادي، كتجي الشكل ديالها زوين. وهذه هي الطبيلات ديالي. بالنسبه لهاد الطبيلات الصغار بزاف حتى هما سولتوني عليهم، كانوا 3 البنات ب 199 درهم، خديتهم في كارفور، راه كنت شاركتهم معكم في الانستغرام. بالنسبه للبنات اللي ما داخلينش عندي الانستغرام يدخلوا يشتركوا عندي، راه دائما تنشارك معكم هميزات، بعض المرات وما كنشاركهمش معكم هنايا في يوتيوب،
صافي طبيله هكا قدمتها شويه ديال الحوت قليناه مع دوك البريوات و الكنافه اللي كلشي كلشي والله العظيم البنات كلشي حماق عليها. صافي سليلو شباكيه وطميرات هادشي اللي كاين مع العصير ديال الافوكا وديال المونك والليمون. نتمنى تكون عجبتكم هاد الطبيله هادي ونتمنى كذلك ما تنساونيش بلايك واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد اللي كنحط لكم وكذلك باش تدعموني. عفاكم البنات راه محتاجه الدعم ديالكم. ما تنساوش لايك وكذلك تعليق يكون زوين. بالنسبه للعشاء هنا قدمنا فقط طاجين ديال المعزي بالبرقوق وهنايا الرجاله راكم عارفين ما تيبغوش داك الزواق ديال البرقوق وهذا درنا اليوم بسلاوي وهنا فاكهه الموسم اولا العام دخل ديال الدلاح. من هنا كنقول لكم باي باي عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.